هاجي الزوينه ديالي، جيبي لي واحد جوج خيارات الا كاينين. شوفي سيري ماما، سيري دغيا برد عليك الخيار. ها هو انا ماما، مرك مشيتي ليه؟ لا. هاجي هنا جوج كالابيزو، هاك قطعي قطعي هنا قطعي هنا. راه زوين هاد المره، ما فيهش المروره، يمكن كان كيخصو الماء. كل وقيته فاش درناه وكان مر، يمكن كان كيخصو الماء. هاك دير ما شاء الله. كاينه وحده اخرى، نخليها شويه، هادي نخليها واحد شويه، ها هادي نخليها تزيد شويه. ياك صافي، غير جوج اللي كاينين. يلا سيري سيري الزوينه، برافو عليك. غادي نشوف شي فجلات، واش كاين شي فجلات، واش كبروا شي وحدين. نشوف وحده، ها هي زوينه هادي. هاك نزيدهم في الشلاضه. هادي نبتة ماشي مزيانة هادي، خصنا نحيدها. قطعت معليش، خلي ها هي فجلة كبيرة. جي تشوفيها، شوف بارك الله. سيري ناكلو غير هاد جوج بارك. زيدي بنتي ما شفتيش السلة، الخيارات الخيار معليش ناكلو خضر. أنا كيعجبني خضر، ما كاينش كيعجبك خضر؟ إيوا شتي احسن حاجه تاكلي خضر. ها هي وحدها، ها ريسيكاتور، ها قطعيها من هنا، ها نقطعها ما عليكش. ها شوفي هنا، ها هي هزيها بنتي. مره اخرى حيت نجيو نجيبو الخضره، نجيبي السله، ناخذو غير وحده صافي. نشوف غير واش ما كاينش وحده كبيره اللي تبقى حتى تولي هنا حلوفه. كان بغي شي كبير بزاف. لا ما كاينش، كاينش كاينه هذه باقي كتكوته. يلا سير باربا، زيدوها مع العصير. اجي ماما، خاب ما كبيرهش بزاف، شتي باقا صغيره هذه. ولكن هذا احتفظي به، ديريه في شيميكا لان غادي ندير البقوله. صافي صافي، البربره مازال ما وجداتش، ما غاديش نضيعوها. بغيت نزيدها مع العصير ديال الليمون ولكن معليش. يلا صافي يلا نمشيو. تنجيب واحد الفليفله خضراء تعجبني مع الحوت، فليفله حاره ماشي خضراء. اجي ماما، صافي هي طارت دغيا دغيا. صافي سير هاك، يلا هاك بنتي. شنو اللي بقى ما جبناش؟ حامضه حامضه. شوفي شي وحده اللي في الارض، شوفي هادي هادي قطعيها. خصنا باش نحيدو دوك العروشه كاملين من الارض. يلا صافي هادشي اللي بقى. الله هاد النهار بما اننا كنا مزروبين باش نخرجوا، درنا غير الحوت مشوي فوق النار، درت له غير الملحه، ما درت له لا تتبيله لا والو. من بعد شربت قهوه، وجدت قهوه بما ان بقى الفخر، درت القهوه وغادي نشربها ان شاء الله، وغادي نمشيو ان شاء الله بحول الله لبن سليمان، وغادي نديوكم معنا باش تعرفونا فين مشينا. سيري بنتي وجدتي حوايجك، سيري باش نمشيو. بسم الله. تشرب قهوة؟ لا ميرسي. ريما جيبي لي هاديك البالمي ديالي هي هنا، يلا باش ندوخك. كتحماقي عليا، ها؟ بغيتيش؟ دير لي في شي طبسيل وريا. لا لا وجع. لا لا هذاك الطريف غير واحد.
كلا بشي توصي كاش ولا ديرها الزياره من الربعه للخمسه غير هنا ولا في المغرب كله ما عرفتش هاكا شويه ري ما عرفتش ناكلها كلها راه ما بغيتش شبعت شبعت اوكي واش من قيو شرب شويه ما عرفتش ندم ما عندكش معاها قهوه انا ما عنديش معاها بزاف بزاف ماشي زعما عزيزه عليا كنشرب مره كما كتشوفوا دابا غادي نمشيو ان شاء الله باش نشوفوا اخت سليمان لانها مريضه كنستنى غير ريم يلا يا بنتي يلا لان الزياره ديالينها مع الربعه ما كاينش الكلوب ديال الفروسيانة ياك ما كاينش كاين والو هنا هذا هو المشكل ديال المدينه الصغيره كيكونوش فيها بزاف ديال الحوايج كريو لك شي حمار هاري ديري الحموريه ما لقيتيش ما لقيتيش الفرس باش ديري الفروسيه ديري الحموريه ولا البغوليه هاك شي اللي خاص ايوا واش غدير كل اللي عاود شحال كيدير اصلا الوراق وعلى حسب الاصول ديالو زعما ارخص عاود حنا نشوفو غير ارخص واحد ماشي اغلى واحد ها واش كي دار ولا فوري دار ولا راه فيه بزاف المهم اللي تركب عليه وصافي انا كيعجبني العود قلب الطريق ملاقص ملاقص الزين شحال فن اش اش وشحال فن هنا واش انا لون فيه كي داير ايوا هنا عندنا خلاقي اش كل هذا والو خايف مسكين خايف خاف كاع شتي خصنا نقطعو دابا داك الحيط كامل هكا باش كيجي مزيان وكي كيسد ما كيبقاش كيبان داكشي اللي غادي نديرو ان شاء الله على الكلي عندنا كامل صغير غير واحد السي سليمان اللي زعما يدوز شتي اللي غندير داكشي اللي غنديرو لا شتي اللي غادي دير انت شتي هذاك حتى هو فاش كيتقطع كيعطي الوريدات متقاربين انا وليت مهووسه بالورد كنشوف سليمان هذيك العوينه باقي فيها الماء تبارك الله هاد العوينه ياك انا ملي جيت كنت لقيتها واش قديمه بزاف سميتها عين الشعره عين الشعره شتي هذيك البلاصه اللي كيغسلوا فيها الخيل كي ديال الكوتشي مشات معايا ملي كنت ندوي الطوموبيل ما عرفتيش غسلتوا فيها شي مره الطوموبيل الطوموبيل البيضاء البيضة معضرة قديمة هذيك ما تعقلش فين غنمشيو غنوصلو نوصلو اختك وخوك للعربية بس.
نفهم العربية ونرجع. واش البراد ديال هادشي؟ لا 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 ما لعدوهاش مسكينة. لا يعني زعما نوصلو وما توصلوش غير نص الطريق، نوصلو حتى للدار لاباس. اش تبعنا حنا؟ ما تبعنا والو، ياك ما كنخدموش دابا. شنو نديرو شي برغات ديال هادشي يا كريم؟ لا شنو نديرو شي برغات ديال هادشي؟ لا لا تندك ما نعدبوش طاطاك مسكينة راه مريضة. عيشة فيها الله يشافيهم كاملين يا رب العالمين ويشوفنا حال كاع المرضى. صراحة هاد الجلسة في السبيطار كضرني. زعما حسن العوا السبيطار اصلا ما كاينش اللي كيبغي السبيطار، ما كاينش اللي كيبغي. شي باش نقولوا الله يشافيهم الله يشافيهم ساكن ويشوف من حالهم. يا هادشي هاد الكارو كيعجبني، عندي معاه ذكريات قدام. بارك الله ما شاء الله ولا ما شاء الله زوين. ها انت غير قصدو نطاحو. اه صافي وصل الاجل ديالهم. فين هادي؟ هادي واخا هي برك راه ها هادي ديك المره كل حلو برك الله. اي واش شتي شي شفت النهار واش فيفير هاد سليمان؟ صافي بركه هاكي هاك وحيده هاكي تقبطيها تلقاها بنتي تلقاها مسكينه راه هي شارفه هادي راه كبيره عليك بصح نخرج نجيب لك هذا شد شد نخرج نجيب لك شد نديرو بجيبنا صافي راه خلي غادي نجيب لك ضروري خصك تدي له مسمن وهو خمير خويش باغي كتقلب واش غادي نديو لهم كلشي. اه هادي مازال ما طايبش طيب هذا دابا نقي قدام بصح زوين جبتي داك النهار بعد انا ما كليتش منه كليت منه خطير كنحاول على هاد الورق ديالو حيت راه تبارك الله كتنور ما شاء الله. المرة صوبتي راه تاني خصني نصاوبها كبيرة كنصايبها ليا. إيوا أنت اللي صوبتي أنا؟ إلا كانوا هذوك يسقيو ما عندهاش الما كاين. إيوا صوب حتى هذوك ديالنا راه خصهم غير مساكن يتسقاو مزيان. ريم ريم أجي سلمي على خالتك الله إلا كبيرة عليك. هادي راه قبل ما تولدي انت هي كاينه مسكينه كل كبر مني بشي عام. ها شي عام؟ شي عام على هكاك ما شاء الله عليها مسكينه راه شرفات دابا ما كتقدرش تجري بزاف وتحرك بزاف كتجري دابا شويه كتجري. ايوا ولكن ماشي داك الجري ديال لي جون فات بقات شهرويه هادي شو البني فين وصل هنايا خرجي حدا السوق تليفون بلاصه كانت كتعجبني بزاف كانوا زعما مهالين فيها كانوا هنا دوك النافورات وداك الشيء الخضوريه كتعجبني هاد البلايص هادي كنجيو ملي كانت ريم صغيره هي شحال كان في عمرها فاش كنا كنجيبوها هي وطلال الغروب تبارك الله على منظر زوين فيه. ها لا لا من قبل كنا كنجيبوك غير فاش كنتي صغيره انت يا ما راه كنا كنجيبوكم شحال هادي كانت هاد البلاي باقي فيها الماء شتي هاد البلايصه هادي زوينه صراحه هي دابا جديده جزئ اوصوب ولا زعما هادشي زوين وكانت هنا ريما كانها عامر بالماء دابا مبقاش خلاص الماء صافي دابا بغيتي تشوفي دوك الالعاب فين كنتي كتلعبي يلا خدك يا تحت الظلام حيت هاد المغرب دابا هادي الشميشه راها هربات شتو سيري تلعبي شويه واخا كبرتي راه باقا صغيره هاكي باقا صغيره اسيري الزوينه ديالي كان هنايا كيطلقوا الماء واحد المنظر كان كيكون زوين ولكن مازال ما كملاتش هاد الجزيئه الناس ما كيشريوش هنا ولاو كيشريو في واحد الجزيئه كاين في وسط المدينه اغلبيه ما بقاوش كيشريو والغلا بسليمان غالي صراحه ما نكذبوش على الله سليمان غالي تبارك الله الشجر راه كبر عقلتي واش كنا كنجي وراه كان راه ما كيسقيوش يمكن راه غير الماء الشتا ياك كيسقيو مرمره هادو لي سيكوريتي بزاف د الناس كيجيو لهاد البلايصه هادي
منها كيديروا لا مارش ومنها كيجيبوا وليداتهم يديفوا له. هنايا كاينين الالعاب هنا وكاينين هنا. هذه ما كانت صغيره، ربي شحال فاش كنا كنجيبوها لهنا، شحال كانت عمرها سنين، 3 سنين بحال هكا، كانت صغيره بحال الوليد اللي كيجري. مازال هي مازال ديك الساعه عندك غير الموتور كالا ها بيكالا كاع والله الا البلاصه اللي كانت كتعجبني بزاف عقلتي هي هاد الحاشيات هادو اللي دايرين فيهم هاد الخشب كنتسطع على هاد المنظر هذا، كيعجبني هاد الستيل هذا. هاو هاد الستيل كيعجبني. سيري شوفي من هنايا، هادي ديك هذا هو داك الكابل اللي قلتي لي ما هذا هاديك هاديك راه راه وحلى ليها في الوسط نحصل اللعيبه ديالها. سير طلعي شويه في الحبل، سير سيري لعبي الديفولي راكي باقا صغيره وانت مازال ما كملتيش حتى 14، مازال كاع ما كملت 13 العام دابا ياك. كتكبري راسك كتكبري راسك الزوينه. يلا سي ما طلعيش بزاف راه تخلعت انا، انا مانيش مع الاماكن المرتفعه. يلا طلعت لفوق. يلا بلاش بلاش ها لا 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 شو عليك شو عليك كيحرك تخلعتي. يلا سير ها كاين وليدة صغار نحركو بها باش تشوف. لا لا شو عليك شو عليك او كانت صغيرة كانت كتلحق لها الحبسة ايوا كانت صغيرة دابا راه كبرات خايفة دابا راه خايفة خايفة دابا بارك بنتي بارك ريم انا شدني الرعب بلاصة وي كنت غنجي على ريم ريم تحدي تحدي اني هاد كلشي تما هاد طحي هاد طحي نخيف عليها طيح هاوطي بنتي هاوطي انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه. أريمو صافي نمشيو نخليوك سلامة ترى عالية بزاف كي غادي تهبطي ما عندكش مشكل مع حاجة عالية ماشي بحالي انا اللي خوافة انا عندي فوبيا ما كنقدرش. يلا هبطي هبطي يلا يلا تهبطي كيما طلعتي هادي لا هادي دوري هاكا وشدي شدي في دوك الاحبال الحبوله شدي من هادوك فوالا هادوك ما عرفتش تهبط سليمان اوه شو كي درت شو كي درت له برافو عليك الا ما كتخافيش بنتي انا بعدا تخلعت شوفي مش مشيت ثقيله ولا خفيفه كنت كانت صغيره كديرها فرتك وتطلع زيدي قدام الدراري الصغار ني رجليك فوالا هاك شاد ستيل ديال هاد الباش هادو نعطيه منظر زوين حيت دابا مدة هادي باش دارهم راه بداو كيتكرفصو هداك صافي حيدو مبقاش هنا هذا زوين كيعطي هاد الكبير صراحة عجبتني هاد الفكرة هادي ديال البودرة كتجي عطيه منظر زوين وفي نفس الوقت كتشد داك الباش كيجي مطوندي مزيان.
انا كنت خشوه بنتي راه كتعاونك باش هبطي. عجبتها هذيك الحركه اللي كدير انت. انت راه خبيبه بابا واخا داك الشيء راه تقيل. هذا 77 كيلو. 77 كيلو وغلبتو. ماما كتكون شي 90 كيلو ولا. ضحكنا شي شويه ودي فولينا معاريم. رجعنا صغارينا شي شويه. دابا غنمشيو للشارع. ضحك عليا دابا نضعف غادي نرجع للصال وندير شويه ديال لا مارش. شحال هادي سليمان مترين سي نورمال وكناكلو بالليل كناكلو فواكه. شحال كناكلو ما كنترينيش سي نورمال. وراك عارف اصلا اللي عندهم الغده الدرقيه راه كيكونوا في صراع مع الوزن. هذاك الشيء علاش ان شاء الله نقص شي شويه. القصه راه زدت بزاف بعد اخر مره وزنت فيها راه 86 راه بزاف راه رخيت اللعب. الله يدير الخير وصافي. ايوا غادي نمشيو دابا في حالنا نمشيو للشارع سليمان. صافي نمشيو نطلو في الشارع. نطلو الشارع نقول لاباس عليكم نشوف حالنا. لا بغيت نشوف واحد اش كيقولوا لهم دوك ديال السيباراسيون في الثلاجه كيكونوا بلينوكس. نتمنى الا لقيت شي واحد فيهم هذاك هو اللي غادي يصلح البلاصه الشوايه. باقاش كنوحلوا باش كنبغي نشوف شي حاجه واخا كنصبغ داكشي كيتصدى خاصني هذوك ديال لينوكس. ايوا صافي حنا وصلنا للطوبيل. الله يسهل الامور. يا عمره يا عمره وكيجمعوا صافي. بغيتي نمشي وقلتي لي شو بنات جيو yeah. تنستناو باباك بعدا راه كيبلاصي في لي ستاسيون بعدا غادي نمشيو بحال واش غنلقاو شي حاجه بنتي غير من دار عند دور حتى ندورو شي شويه ونمشيو لدارنا yeah. صافي كيجمع دابا نمشيو للشارع لتحت ياك ها صافي غادي نتمشاو معايا دابا الا لقينا شي حاجه لقينا ما لقيناش غير نتمشاو شويه باش تعيدوا الحنطه نمشيو. مع الاسف جينا شويه معطلين لقيناهم جمعوا معليش ماشي مشكل حتى نهار اخر. بالنسبه لريم خدات شي دوك المقبطات ولا ستيكات اللي محتاجاهم واحد البندا باش بقا تريني بها مرتاحه وصافي. هادشي اللي لقينا قلبنا لها على الكوفيه بغات الكوفيه الفلسطينيه ولكن مع الاسف ما لقيناهاش. درنا تقريبا كاع المحلات اللي حالين والو ما لقيناهاش. وصينا واحد السيد هو اللي قالنا يقدر يجيبهم لنا ان شاء الله. بغيتها حتى انا صراحه لان عزيزه عليا كتعجبني بزاف من زمان وصافي. وواحد البراسليات ديال فلسطين مازال تشوفهم ان شاء الله وصافي. هادشي اللي كاين المهم خرجنا ضيفوا لينا معاها وارتاحينا شويه باش يعني عاود حيت نبداو الخدمه نكونوا حيدنا ستريس. هادشي اللي كاين كيما قلت لكم دائما ما غاديش نغبر عليكم ما بغيتش نمشي وما تعرفونيش كاع فين مشيت. هذاك الشيء علاش كاينين الناس اللي كيعجبهم هذا النوع ديال لي فلوغ داك الشيء علاش حطيت لكم فيديو. شكرا لكم على المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله. السلام عليكم.